تعالوا نروح نشوف تقرير هنعرف فيه تفاصيل كتيرة جدا عن مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة وافتتاح ملاعب البادل في مقر النادي الأهلي في الجزيرة، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. لم يكن شعار، تاريخ، مبادئ، تطوير، لم يكن مجرد كلمات، وإنما هي إنجازات تحققت على أرض الواقع وعمل مستمر تشهد عليه الطفرة الإنشائية والخدمية الكبيرة في كل مقرات وفروع النادي الأهلي، وأحدثها فرع التجمع الخامس الذي يقترب موعد افتتاحه الرسمي. وتوالت خلال الفترة السابقة زيارات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ومعه أعضاء المجلس لتفقد كافة المنشآت وأماكن جلوس الأعضاء والمبنى الإداري والمبنى الاجتماعي ومبنى الأكاديمية وغرف خلع ملابس الفرق الرياضية ومنطقة ألعاب الأطفال والمنافذ الخدمية للأعضاء. ويشهد يوم 3 ديسمبر نقل الجهاز الإداري للفرع بما تتطلبه حاجة العمل من موظفي الاشتراكات والأمن والنشاط الرياضي وكافة الإدارات المختلفة، ويتم ربط فرع التجمع إلكترونيا بمقر النادي بالجزيرة وكذلك فرعا مدينة نصر والشيخ زايد فيما يتعلق بالاشتراكات والملاعب والأكاديميات لإكمال عملية الربط الإلكتروني بين المقر الرئيسي والفروع تمهيدا لاستقبال الأعضاء بداية من يوم 16 ديسمبر للتعرف على ما يضمه الفرع الجديد من منشآت وملاعب وغرف خلع ملابس ومناطق خدمات وألعاب الأطفال. وأيضا سيتم استقبال الراغبين في الحصول على عضوية فرع التجمع الخامس والانضمام لعائلة الأهلي. ولأن العمل والتطوير في الأهلي لا يتوقف، جاء افتتاح ملاعب البادل بمقر الجزيرة ضمن الخطة الإنشائية التي تهدف إلى وضع النادي في المكانة التي يستحقها وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية. ملاعب البادل تم إنشاؤها وفق أفضل المقاييس العالمية مع انتقاء أفضل الخامات التي تم استيرادها بالكامل من الخارج. إن الطفرة الإنشائية التي يشهدها النادي الأهلي في مختلف مقراته وفروعه ليست فقط لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، وإنما تتخطى ذلك لكونها إضافة كبيرة للبنية التحتية الرياضية المصرية، لأن الأهلي دائما ما يمد المنتخبات الوطنية بعناصره المميزة في مختلف اللعبات، وسيظل الأهلي بتاريخه العظيم ومبادئه الراسخة وبالتطوير المستمر سيظل دائما رقم 1.